بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. اللهم لك الحمد الحمد لله الذي ملأ قلوب أوليائه بمحبته، والحمد لله الذي اختص أرواحهم بشهود عظمته، والحمد لله الذي هيأ أسرارهم لحمل أعباء معرفته، الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته، والحمد لله الذي دحى الأرض بمشيئته، والحمد لله الذي سجد كل شيء لهيبته، والحمد لله مداد كلمات الله التامة. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد. اللهم يا رب اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا سالما موفقا من الشر معصوما. اللهم يا رب لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم يا رب بارك لنا في شيخنا. اللهم يا رب أفني أسماءنا في اسمه، ورسومنا في رسمه، وذواتنا في ذاته. اللهم يا رب أرجعه لنا سالما غانما بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الشيخ، الحمد لله على نعمة معرفة الله عز وجل، الحمد لله على نعمة التوحيد صفوة العلوم الذي جعله الحق بابا للدخول عليه، فجعل علم التوحيد هو صفوة العلوم وهو أسها وهو فرقها. فمن أراد الدخول على الحق فمن باب التوحيد، ولكل من أراد الدخول إلى هذا العلم والغوص في هذا البحر الخضم لا بد له من معرفة فن البسملة، أي فن بسم الله الرحمن الرحيم. فالحق عز وجل لما أراد أن يظهر كرامة سيدنا آدم عليه السلام علمه الأسماء، قال وعلم آدم الأسماء كلها، فعلم الأسماء ليظهر كرامة ونبوة سيدنا آدم عليه السلام، ليظهر حقيقة خلافته، خلافة الحق عز وجل في الأرض. ولكن قل لي أني حتى أنا أعرف هذه الأسماء، فأسماء الله 99 في الحديث، تحفظها وتقرأ شرحها، وها أنت قد حفظت الأسماء. أقول لك ليس هكذا الأمر، فالأسماء التي يعرفها الناس والمتداولة في كل الكتب هي في الحقيقة هي أسماء الله عز وجل، ولكنها على التحقيق هي ظل للأسماء، أو سميها إن شئت أسماء الأسماء. فمثلا لنفهم هذه الحقيقة، مثلا نأخذ اسم الله مثل المميت، فمن أين يسلب هذا الاسم حقيقة الروح؟ ما هي الحقيقة المميتة من اسم المميت؟ هل هي الميمان والياء والتاء يعني حقيقة الحروف، أم هي الحقيقة العزرائيلية لسيدنا ملك الموت؟ فكل هذه مظاهر لاسم المميت، وكل من قام بهذا الفعل فقد تجلى فيه هذا الاسم، من تعبان ومن سيف ومن رصاص، فكلها تجلى فيها اسم الله المميت، لأنها تسلب الروح. فإذن هذه كلها مظاهر، ولكن حقيقة الاسم، حقيقة مظهر الاسم، هي شأن من شؤون الذات العلية، وهي حقيقة وجه الله الباقي
الذي يقول فيه الحق عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالكل يفنى، يفنى الثعبان ويفنى السيف ويفنى الاسم بحروفه، ويفنى وتفنى الحقيقة العزرائيلية، ويبقى وجه الله ذو الجلال والإكرام. فإذا حقيقة هذا الاسم، اسم المميت، هو شأن من شؤون الذات. فإذا الاسم الذي نعرفه أو هاته الأسماء هي ظل للأسماء الإلهية، لا هي حقيقتها. لذلك الله عز وجل: وكل شيء الحمد لله في كتاب الله، ما فرطنا في الكتاب من شيء. الله عز وجل في بعض الآيات من القرآن تجده يخاطبك فيقول: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، أو فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، أو تجد الله يتوفى الأنفس حين موتها فينسب الاسم أو حالة السلب للروح لنفسه ولذاته، ثم تجده في آية أخرى ينسبها فيقول: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، فتنزل المرتبة فيكون مجل الاسم هو الحقيقة العزرائيلية. ثم تجده في آية فيقول: الذين تتوفاهم الملائكة، ثم تجده في آية يقول: فاقتلوا المشركين حيث ثقفتموهم. فإذا هي مظاهر مندرجة كلها كاندراج أمواج البحر في البحر، فهي مظاهر، وهذه المظاهر هي في الحقيقة عين الظاهر من غير حلول ولا اتحاد. وقس على ذلك كل الأسماء الإلهية. مثلا لكي نفهم حقيقة الأسماء، فمثلا يأتي شخص الله سيتجلى عليك بكرمه، يجي واحد الشخص مثلا انت ما عندكش باش تعيد، يعطيك 2000 درهم. إلى سولتك شكون اللي يعطيك 2000 درهم، تقول لي جابها لله. فإذا تجلى عليك الحق باسمه الكريم، ولكن هل نزل الحق بذاته؟ تجلى عليك بشخص، تجلى عليك بظل الاسم الذي رأيت فيه أنت حقيقة الاسم الكريم. انت هزيت دوك الفلوس، مشيت للسوق باش تشري الحولي، درتها كما لقيتش الفلوس، شي واحد اداهم لك، غادي تقول لي شكون اللي اداهم؟ كتبهم عليك الحق، شكون اللي اداهم لك؟ فتجلى عليك الحق بشخص آخر، مثلا باسمه القهار. فإذا هؤلاء الأشخاص هم ظلال للأسماء، هم ظلال للأسماء، لأن الحق عز وجل لما يتجلى عليك يتجلى عليك بمظاهر الأكوان. يتجلى عليك هذا الشخص يحدثك، مثلا أنت تكون تفكر في شي حاجة ويجي واحد الشخص يقول لك واحد الشيء هو نفس الشيء اللي كنت تفكر فيه، فالحق عز وجل تحدث معك من ذلك الشخص. فإذا هؤلاء تسمى ظلال الأسماء. فإذا كانت هذه هي ظلال الأسماء، فأين حقيقة الأسماء؟ فر الحقيقة ديال اسم الحق، فر الحقيقة ديال اسم الكريم، وفر الحقيقة ديال اسم الرحيم، فر حقيقة اسم الرحمن. لكي نفهم حقيقة الأسماء، لا ظلال الأسماء التي نعرفها، الله عز وجل يقول: وإنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فناس يفهمون أن الكتاب من سليمان وأن بداية الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم، لكن الآية على التحقيق كما تعلمناها من شيخنا في الحضرة السليمانية: وإنه من سليمان، وإنه أي سليمان هو بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه من سليمان، وإنه، فالهاء الثانية ضميرها على سيدنا سليمان، هو بسم الله الرحمن الرحيم، فيعني أن سيدنا سليمان عليه السلام كان هو حقيقة بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا هو حقيقة الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده، لأنه كان حقيقتها في الظاهر والباطن، فأوتي الولاية والنبوة والرسالة على الكشف ظاهرا وباطنا. فإذا كل عبد كامل في وقته، سواء كان نبيا
سواء كان رسولا سواء كان وليا يكون هو مجلى وهو حقيقة بسم الله الرحمن الرحيم. لذلك سيدنا سليمان لما أراد أن يظهر تلك البسملة قال من يأتيني بعرشها؟ فقال وزيره أصف أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فبماذا كيف تصرف سيدنا أصف لكي يأتي بالعرش في أقل من لمحة البصر؟ تصرف بحقيقة نبيه وبحقيقة شيخه الذي هو سليمان، فكان تصرف سيدنا أصف بحقيقة سيدنا سليمان التي هي بسم الله الرحمن الرحيم، فأحضر العرش في أقل من لمحة بصر. وهذا ما نسميه في الطريقة لام العلم. فإذا إنسان إلى شف الاسم غادي يشوف هاء الاسم واللام الأولى فيها فرق، فيها برزخ، ثم اللام الثانية اختفى البرزخ. لذلك سيدنا الشيخ يقول في القصيدة هي يعني على لام المعرفة، يقول لام العرفان تم الإنسان واحد في اثنان سر فتان أو شخص فتان. فإذا يكون بهاته اللام هو حقيقة شيخه الذي يكون فيها هو حقيقة بسم الله الرحمن الرحيم. ويعني باش نشوفوا هذه الخاصية ديال أنه يكون هو حقيقة البسملة، سيدنا عيسى عليه السلام هو وسيدنا يحيى كانوا في نفس السن وفي نفس العصر وهو ابن خالته. فسيدنا يحيى لما ظهر لهذا الوجود فالله عز وجل يمدحه ويقول والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. لكن في سيدنا عيسى الذي كان في وقته هو مجلى البسملة وهو حقيقة الختمية قال والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فكان سلامه له منه إليه لأنه كان هو مجلى بسم الله الرحمن الرحيم. والرسول عليه الصلاة والسلام لما كان هو المجلى في أحد الغزوات لما تخلف سيدنا أبا ذر فرأى الصحابة شخصا يأتي من بعيد فقال كن أبا ذر فكان أبو ذر لأنه كان هو مجلى بسم الله الرحمن الرحيم. إذن فحقيقة كل عبد كامل في زمانه أن يكون هو المجلى لحقيقة البسملة لحقيقة بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا الله عز وجل يبين لنا مجلى العبد الذي هو حقيقة بسم الله الرحمن الرحيم في حديث صحيح الذي يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام لا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وهذا الحديث يعني قسم ظهر المنزه، حتى أن الذهبي رحمة الله عليه وهو يعني في علوم الحديث بمكانة في الأمة الإسلامية أراد أن يضعف هذا الحديث خوفا، قال خوفا على عقيدة المسلمين لأنه لم يفهمه. فيقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام هو قال أن الحديث صحيح ولم أجد له أي طريق لأضعفه ووددت لو أجد طريق لأضعف هذا الحديث. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت أو صرت سمعه الذي يسمع به. جاء أهل الشريعة وتأولوا قالوا هذا ليس بتشبيه، فقال سمعه ولم يقل أذنه، فإذا هي مادة السمع لا يعني تجسيد للأذن. وكنت سمعه كنت بصره مشي عينه وكنت رجله، كيف تفهمها؟ فإذا هذا الحديث قسم ظهر المنزهين، ذلك التنزيه البارد لله عز وجل، لأن كما قال السيد العلوي في أحد حكمه أبعد الناس عن الله
أشدهم تنزيها له، ويقصد بالتنزيه ذلك التنزيه الباري، ذلك التنزيه النابع عن جهل. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لك كنت سمعه. فإذا مقام هذا العبد في كل وقت الذي يكون مجلى البسملة هو أن يكون سمعه سمع الحق، وبصره بصر الحق، ويده يد الحق، ورجله رجل الحق، فإن استعاذ الله أعاذه. فإذا هذه حقيقة العبد الكامل، هذه حقيقة كل شيخ أو كل شيخ كامل في زمانه. فإذا إذا قلنا أنك إنسان تجلى فيه اسم الكريم، تجلى عليك بالحق باسم الكريم، وإنسان تقابله يعني ولا يعاملك معاملة حسنة فتقول تجلى علي الحق به باسمه القهار، وإنسان تجد فيه الرحمة فتقول تجلى علي الحق بهذا الشخص باسمه الرحمن. فإذا أنت عندما تجالس الشخص بأي اسم تجلى عليك الحق في حضرة الشيخ، فإذا كنت في حضرة الشيخ فقد تجلى عليك الحق بكل أسمائه، فتكون أنت مرآة وينعكس فيك من الأسماء ما على قدر همتك وعلى قدر نيتك. لأن كل عبد كامل، كل شيخ كامل يكون قد تحقق باسم الحق المؤمن. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن مرآة أخيه. فالشيخ يكون مجلى جميع الأسماء الظاهرة باسم المؤمن، فيكون مرآة تنجلي فيها نيتك. فإذا الإنسان لما يجالس الشيخ أو كما سماه الحق عز وجل العبد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطانا في الحديث إشارة في أحد يعني أدعيته قال وكلنا لك عبد، وكأننا كلنا حقيقة أو حقيقة ذلك العبد الذي تفرقت أسماؤه في جميع الخلق، وأشار إليها قال قل لو كان أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم على أتقى قلب رجل واحد منكم. فإذا هذا الرجل الذي هو حقيقة الإسلام وحقيقة الإيمان ومظهر الإحسان، المسمى المتجلي بالعبد الذي يخبرنا الحق عز وجل حينما قال سيدنا موسى أنا أعلم أهل الأرض، قال له إن لي عبدا، ثم قال عبدا من عبادنا. فإذا حقيقة العبودية هي أعلى مرتبة ينالها المرء، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يعرج به إلى أعلى مرتبة إلى قاب قوسين أو أدنى، ماذا قال فيه الحق عز وجل؟ لم يقل سبحان الذي أسرى بحبيبه ولا برسوله ولا بنبيه، بل قال سبحان الذي أسرى بعبده. إذن فالعبودية هي أرقى مقام يصل إليه العبد، وحتى لا يغلق باب الإسراء فيأتي من بعد قائل ويقول لا يسرى فقط بالأنبياء، قال الحق عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده. فكل من وصل إلى مقام العبودية الحق لله فهو في إسراء لقاب قوسين أو أدنى. فإذا إذا جالست أنا الشيخ وكنت في حضرة الشيخ فقد تجلى علي الحق بكل أسمائه التي هي الظاهرة في الشيخ باسم المؤمن. فإذا وكأنني في حضرة الشيخ مع مرآة. فإذا الإنسان لما يقف ويجلس إلى مرآة ماذا ينظر؟ خصوصا إذا كانت مرآة صافية ستظهر لك أدق العيوب التي فيك، لأنها مرآة صافية تظهر لك ظاهرك وباطنك. فإذا إذا جالس الشيخ الإنسان أو الفقير جالس الشيخ فيجب أن يجالسه بنية حسنة، فجالسه بنية حسنة في الباطن. قالوا إذا جلست أهل الفقه فكن فقيها،
وإذا جلست ألحن الحديث فتكلم للحديث، وإذا جلست أهل الله فكن أنت، كن على سجيتك، لا تتكلف ولا تظهر أكثر مما فيك، فأنت أمام مرآة تكشف لك ظاهرك من باطنك. فإذا إذا كان كل عبد كامل، كل شيخ كامل في كل زمان هو مظهر جميع الأسماء الإلهية، فالبيعة له بيعة للحق، لأن الله عز وجل يحق يقول في حق الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أتم حقيقة العبودية: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. فإذا البيعة للوارث لحقيقة العبودية، هذا ما يرث الشيخ عن شيخ عن شيخ، يرث حقيقة العبودية، حقيقة عبودية الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا إذا بايعته فقد بايعت الحق عز وجل، وإذا أنكرته فكأنما أنكرت بيعة الحق عز وجل. ومن مات وليس في عنقه بيعة والعياذ بالله مات ميتة الجاهلية. فإذا الإنسان إذا من عليه الله بأن لقاه بشيخ، بأن لقاه بشيخ كامل، بأن لقاه بحقيقة العبد الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، إشارة لمن كان يفهم المعنى: عبدي مرضت فلم تزرني. فيقول العبد: يا ربي كيف تمرض وأنت رب العالمين؟ فيقول: مرض عبدي، وهو عبد مخصوص، هو واحد في الدنيا، مرض عبدي فلان، أما لو زرته لوجدتني عنده، استطعمتك عبدي ولم تطعمني. يقول: كيف تجوع وأنت رب العالمين؟ قل: استطعمك عبدي فلان، أما لم أو لو أطعمته هو بالذات ذلك العبد لوجدت ذلك عندي. وقس على ذلك: لو بايعته لوجدت ذلك عندي، لو تأدبت معه لوجدت ذلك عندي، لو جاهدت معه لوجدت ذلك عندي. فإذا حقيقة الشيخ هي حقيقة العبودية الكاملة الموروثة من الرسول عليه الصلاة والسلام، التي يقول فيها: أدبني ربي فأحسن تأديبي. لأن هذا العبد سواء كان شيخا وليا أو نبيا أو رسولا، إذا وصل إلى حقيقة العبودية يكون تحت تجل إلهي في كل لحظة في كل نفس، فكل شيء شيء إلا ويتأدب به ويؤدبه. سيدنا سليمان لما كان جالس قال: ما لي لا أرى الهدهد. لما أتى الهدهد تكلمت معه حضرة الحق في صفة هدهدية، فقال له: أحط بما لم تحط به. فكان لسيدنا سليمان حقيقة الحضرة من الهدهد، ما كان لسيدنا موسى من الشجرة إذ خاطبته فقالت له: إني أنا الله. فإذا حقيقة العبودية أن تكون تحت تجل إلهي في حضرة قول الرسول عليه الصلاة والسلام: أدبني ربي فأحسن تأديبي. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الأدب وحسن الأدب في حضرته، وأن يرزقنا حسن الأدب في حضرة شيخنا، وأن يرزقنا البيعة التامة والصفاء القلبية في حضرة شيخنا، وأن يرزقنا الأدب في حضرته، وأن يجعلنا حبه في سويداء قلوبنا بجاه الرسول عليه الصلاة والسلام.